بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ماذا أخذنا في الدرس الماضي؟ نعم. الأدلة وإبراهيم على بطلان الأدلة. أراد المؤلف رحمه الله تعالى بعد أن فسر التوحيد أراد أن يبرهن ويثبت أن المستحق للعبادة هو الله، لا النبي عليه الصلاة والسلام ولا الملائكة هم أقرب ما يكون إلى الله عدا خواص بني آدم. قلنا يحصل لهم عند كلام الله الفزع والخوف وبطلان الهداية وبطلان الشفاعة. هداية التوفيق، ذكرنا الفرق بين هداية الدلالة الإرشاد وهداية التوفيق، وكذلك ذكرنا الأدلة البراهين على بطلان عبادة النبي عليه الصلاة والسلام، أنه لا يصح الدعاء على المعين باللعن، لعن المعين أي لعن المعين. أما الدعاء على المعين يصح وخاصة الظالم، نعم. والدعاء على عموم الكفار بالهلاك لا. أما الدعاء على عليهم بالتضييق وغيره على ما ورد في الكتاب والسنة هذا يصح ولا إشكال فيه. لعن عموم الكفار على وجه العموم، نعم. إن الله لعن الكافرين وعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل. طيب وغير هذا. وذكرنا منع التوسل بجاه النبي عليه الصلاة والسلام، أن القرب من النبي عليه الصلاة والسلام لا يغني عن القريب شيئا، والذي يغني هو التمسك والسير على ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الباب الأول. الباب الثاني بطلان عبادة الملائكة، هم أقرب ما يكون إلى الله. ثم بطلان الشفاعة، أن الشفاعة حق لله، والنبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة لا أبدأ بالشفاعة حتى يأتي الإذن من الله، فالشفاعة لا تطلب إلا من الله، فهي حق لله لا لغيره. أما الباب الرابع ففيه بطلان الهداية، أي هداية هداية التوفيق، ولو كان يملكها النبي عليه الصلاة والسلام أدخل عمه في الإسلام. طيب فتح الله عليك. ثم أن المؤلف رحمه الله بدأ بالقسم الرابع على ما قسمه، وذكرنا أن القسم الرابع هو من يذكر لي؟ نعم. سبب الكفر. سبب الكفر. قلنا كأنه سائل يسأل المؤلف رحمه الله تعالى، يقول النبي عليه الصلاة والسلام أدى الأمانة ونصح الأمة وبلغ وجاهد في الله حق الجهاد. لماذا يقع الكفر في الأمة؟ ما أسباب وقوع الكفر ووقوع الشرك في الأمة؟ حتى نحذر من هذه الأسباب ونحذر منها الناس. أسباب وقوع الشرك في الأمة ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ثلاث أسباب بثلاث أبواب. ثم ذكر في الباب الرابع أن النبي عليه الصلاة والسلام أغلق هذه الأبواب، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بنا أن كان النبي عليه الصلاة والسلام موصوف بهذا، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، أي يشق عليه كل ما يشق عليكم. فهو عليه الصلاة والسلام باذل غاية جهده في دفع المكروه، المستفاد من قوله تعالى عزيز عليه ما عنتم، وباذل غاية جهده في جلب المحبوب، المستفاد من قوله تعالى حريص عليكم أي على هدايتكم. فهو عليه الصلاة والسلام لم يحمي التوحيد فقط، بل حمى التوحيد، كأنه جعل هذا التوحيد كأنه هذا التوحيد جعل التوحيد سوء، وأخذ يحمي السوء حتى لا أحد يأتي إلى السوء فضلا أن يتعدى على التوحيد. إذن هذا القسم يحتوي على أربعة أبواب كالقسم السابق. الباب الأول باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. نعم. هذا ليس بالسبب الوحيد، لكن هو من أخطر الأسباب وأعظم الأسباب، وأول شرك حدث في الأرض بشبهة الغلو في الصالحين، أول شرك في قوم نوح عليه الصلاة والسلام. انقسم الناس تجاه الصالحين إلى طرفين وسط، طرفين وسط، قسم يسب ويشتم ويتعدى ويبدع ويفسق ويكفر وكذا، صالحين، كما في من يتكلم في الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى بجهل ولا بعلم، والعلماء يوضحوا ما يكون في هؤلاء
بعلم وحكمة ولا أشكالها. نعم. وقسم يغلف الصالحين مدحا، وقسم يغلف الصالحين قدحا، كما غلا في عيسى عليه الصلاة والسلام. اليهود غلوا في عيسى عليه الصلاة والسلام قدحا، حتى قالوا انه ابن زنا. والنصارى غلوا فيه مدحا حتى ألهوا، وأهل السنة توسطوا فيه. فانقسم الناس تجاه الصالحين إلى طرفين وسط، قسم يسب ويشتم ويدعو ويفسق وكذا، وقسم يعظم ويتمسح ويسجد ويركع ويصنع ويصنع، وأهل السنة توسط. فما الواجب تجاه الصالحين؟ ما هو الوسط؟ نريد نعرف ضابط في هذا الوسط. الضابط عندنا أن نرجع إلى ما كان عليه الصحابة رضي الله عليهم والسلف الصالح تجاه الصالحين. هل كان الصحابة رضي الله عليهم يقومون للنبي عليه الصلاة والسلام إذا رأوا؟ لا. هل كان يتمسح به؟ لا. يقبلون الأيدي وكذا؟ لا. بل أن بعض العلماء يرى أن تقبيل اليد سجدة صغرى، لأنه ينحني أحيانا، أنت تعرف عندما يقبل ينحني كانحناء الركوع والسجود. ثم أحد يعني رؤوس من رؤوس أهل البدع صلى الله عليه وسلم يقول: لماذا تنكرون علينا تقبيل الأيدي والأرجل؟ لماذا تنكرون علينا ونحن نمشي ونطع الملائكة بأرجلنا؟ ولو تنظر في أئمة أهل السنة كالمفتي عندنا مثلا حفظه الله، مجرد ما تضع يدك في يده يقول السلام باليد. الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى في نهاية المحاضرة يقول: لا داعي لأن يأتي أحدكم ويقبل رأس الشيخ، لا داعي لها. يقول أمشي. الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى يعني نحيف وضعيف البنية، يقول أمشي أحيانا في الطريق ويأتيني طالب من خلف يقول يمسك رأسي هكذا، يقول والله يكاد رأسي يقع. هذه المحبة للصالحين. ينام في الدرس متكئ، يلعب في الجوال كذا، إذا انتهت المحاضرة قال: أين الشيخ؟ بسم الله ماذا حصل؟ قال: والله أحب الشيخ. كذاب. قال: أريد أقبل رأس الشيخ. هو الشيخ جاء حتى تقبل رأسه. فإذا انشغلنا عن المحبة الحقيقية، المحبة الحقيقية للصالحين أن تأخذ العلم بحق وتعمل به وتدعو إليه، تذب عن العالم في ظهر الغيب، تدعو له في ظهر الغيب، تبلغ هذا العلم، تلحق الأجور. هذا اللي يريد منك العالم، ما يريد منك تقبل يده أو تتمسح به أو تعطيه شيء من المال وكذا. فإذا انصرفنا عن المحبة الحقيقية التي كان عليه السلف الصالح وقعنا في محبة القلوب في الصالحين. وأول شرك حدث في الأرض بهذا. رأيت يوم من الأيام في شيء أحد الطلاب صورة الشيخ، شيخ من شيخ أهل السنة. يا أخي لماذا تضع هذا في جيبك؟ قال: لا تتكلم معي في هذه المسألة، أنا إذا ضعف عند الإيمان أنظر في صورة الشيخ وأتذكر ما كان عليه من كذا وكذا. هذا فعل قوم نوح عليه الصلاة والسلام، صحيح؟ فالمحبة الحقيقية للصالحين تكون على ما كان عليه السلف. ابن سعد رحمه الله يقول: والدك الحقيقي هو العالم. نعم، لأن والدك بالنسب يورثك الماء، والمال يذهب والعلم يبقى، وإذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. ولذلك قلنا، قال العلماء رحمهم الله في آداب طالب العلم، أن الطالب لا يستطيع أن ينصرف من درس الشيخ حتى يستأذن. إذا أراد أن ينتقل لدرس آخر
ما يستطيع الذهاب حتى يستأذن، لأنه هذا وارد أصلا. لكن الطلاب اليوم ما يعرف هذا الكلام. خرج ابن بطة، ابن بطة رحمه الله عالم، خرج يوم إلى السوق وأقبل على طالب من طلابي، وهذا الطالب في دكان. إذا جاءك الشيخ إلى الدكان إيش تصنع؟ كنت تقيم الدنيا ما تقعدها، صحيح؟ تبحث كذا أو ماذا يعني تعطي الشيخ. ابن بطة يرى تحريم القيام للداخل، فعندما رأى الطالب الشيخ مقبل عليه ما استطاع أن يبقى جالس، الشيخ يأتي إلى دكان وكذا، قام. فعندما قام رأى الغضب في وجه الشيخ، وهو يعرف مذهب الشيخ، فقال له على الفور: لا تلومني على القيام فحقي حين تبدو، ألا أمل القيام، لا تلومني على القيام فحقي واجب، ألا أمل القيام، أقوم لك. أنت من يقول أجل أو كذا البرية عندي، ومن الحق أن أظهر الإعظام. قال: هذا واجب أقوم، أقوم تغضب أو لا؟ فقال له ابن بطة: أنت إن كنت ترعى لي حقا وتظهر الإعظام فاعفني عن قيامك هذا أولا، فسأجزيك بالقيام القيام. قيام بمال، حقوق متبادلة يا أخوانا بين المعلم والطالب، كما أن يعني المعلم يريد منك أن تحضر وتحفظ ولا تتغير، هو لابد أن يكون قدوة، يتغير يتأخر لا يحفظ ويراجع، ما يمكن يأتيك المدرس ومعه كتاب. أقول شروط الصلاة: الشرط الأول الإسلام، ما يمكن، وتريد الطالب يحفظ، ما يمكن، لابد هو يحفظ أولا، صحيح؟ نعم. فلابد المعلم يكون قدوة. فسأجزيك بالقيام القيام، لا تكلف أخاك، يقول هذا مثل مثلك، لا تكلف أخاك أن يتلقاك بما يستحل به الحرام. قال: لماذا يعني تصنع أمر محرم معي؟ كلنا واثق بود أخيه، ففي من زعاجنا وعلامة، وإذا صحت الضمائر منا فعلامة نتعب الأجسام. لكن ليس معنى هذا أنك لا تكون على طريقة السلف، لأنه بعض يعني ما يعرف أي أدب مع العالم. والشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى ويذكر هذا الكلام يعني في أدب الطالب مع الشيخ، يقول: لا تظنوا أني أتكلم بهذا الكلام أريد أن تفعلوا هذا معي، لا، يقول أريد أن تفعلوا هذا مع العلماء. هذا يقول من؟ الشيخ بن عثيمين رحمه الله، فما بالك أنا لست حتى طالب علم. نعم. فأريد تصنع هذا مع العلماء، يعني الآن ما يمكن العالم يعني ينادي هذا يقول يا قط، هو تقول بس صدق والله. يا أخوانا الصحابة رضي الله عليهم لم يدرسوا في مدارس ولا تعلموا علم الأدب ولا البلاغة ولا صدق، هم يعرفوا هذه الأمور كلها، تعرف البلاغة، يعرفوا اللغة، يعرفوا كذا، لكن ما تعلموا هذه العلوم اللي موجودة اليوم، علم الكلام والمنطق وكذا، محرم هذا. المسيء في صلاته، المسيء في صلاته، أساء في صلاته، عندما أراد أن يتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم عرف كيف يتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا قال؟ قال: والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني. أدب، صحيح؟ قال: مقر أن الله سبحانه وتعالى هو الذي بعثك وبالحق ولا أحسن غيرها فعلمنا. أبو هريرة رضي الله عنه أراد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ما استطاع، حتى قدم مقدمة، قال: يا رسول الله بأبي أنت وأمي، يعني أفديك بأغلى ما أملك، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ أدب. اليوم يأتيك واحد أشد من هنا أشد من هنا، عندي سؤال، صحيح؟ يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله، يقول: أسير في الطريق إلى المسجد فأتني طالب، يقول: عندي سؤال. قلت: طيب انتظر نصل إلى المسجد لأن الشمس حارة،
وش يبقى؟ يقول التفت إليه، يقول نار جهنم أشد حرا لو كان يبقى. يقول يا أخي يعني ما أستطيع أفتيك وأمشي حتى أستحضرك. قال من كتم علما ألجم يوم القيامة بلجام النار. الله بعض الطلاب اليوم لو يستطيع أن يأتي بعصا ويضرب العالم ممكن صنع معه. نشوف صح؟ أين؟ أنت تخيل تأتي لعالم تقول له يا شيخ، يعني تعترف له بماذا؟ بالفضل. أحسن الله إليك ونفع بعلمك. عندي سؤال، تظن أتركك؟ لا، حتى لو ترى يقول يا أخي جزاك الله خير، بس الله أن يتقبل منك، صح؟ لكن أغلب الطلاب إلا من رحم الله اليوم يعني عندي سؤال، قدم وقدم يا أخي، قل يا شيخ، حتى ما يستطيع ويتكبر في نفسي، ما يستطيع أن يقول لي هذا يا شيخ أصلا، يقول يا شيخ، صح؟ وبعدهم حتى يختصرها يعني الشعر في الجوال أنا شفته شين وكلام. هنا طيب إشكال إخوان، إفراط وتفريط. إما أن يقع الناس في الغلو، الغلو هو المجاوزة في الحد مدحا كان أو قدحا. خير الأمور الوصل. إذن أول شرك حدث في الأرض شبهة الغلو في الصالحين، غلو في الصالحين حتى عبدوه من دون الله. والشيطان، معرفة الشيطان بما تؤول إليه البدعة ولو حسن قصد الفاعل. النية طيبة، ما هي النية؟ محبة الصالحين، لكن سلكوا طريق غير الشريعة. مثل ما البعض يحب الصالحين، المحبة مثلا في الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى وسط. غلى البعض في الإمام أبو حنيفة حتى قال وقال وقال، وغلى البعض في الإمام أبو حنيفة وقال وقال وقال، وحتى وسطنا يعني توسط الأئمة. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى مثلا، الذهبي مثلا يقول حب أبو حنيفة من الإمام، ودافع عن الإمام وكذا، وقال هذه الأمور وقعت منه كذا وكذا، ورد بحكمة. فهذا الواجب، واجب أن يكون وسط على ما كان عليه السلف، لا إفراط ولا تفريط. إذن أول شرك حدث في الأرض بشبهة الغلو في الصالحين. صوروا تماثيلا، مضرة التصاوير والتماثيل، وعكفوا على قبورهم، مضرة العكوف على القبر، وفقد العلم. ثلاث أشياء صنع قوم نوح عليه الصلاة والسلام: صوروا تماثيلهم، وعكفوا على قبورهم، وطال عليهم الأمل، فقد العلم، فعبدوهم من دون الله، أصبحت تعبد. ومضرت، وقلنا معرفة الشيطان بما تؤول إليه البدعة. في أول أمر قال محبة للصالحين، كيف؟ تصاوير، تماثيل، عكوف على القبور، شيء فشيء فشيء حتى عبدت من دون الله. وهذا اللي يصنع بعض الناس هدانا الله إياهم. يعني في أول الأمر يقول تقبيل رأس، بعد فترة يأتي هذا وقال لا أنا أقبل اليد حتى تكون لي مكانة عند الشيخ، وهذا يقبل كذا، وبعد فترة تجد ركوع وسجود كما حدث. شو هذا أخوان؟ لا، خير الأمور وسط، والوسط ما كان عليه السلف الصالح رضوان الله عليه، لا إفراط ولا تفريط. طيب هذا هو الباب الأول، ما جاء أن السبب كهرم آدم بني آدم، هذا ليس السبب الوحيد، لكن أخطر الأسباب وأعظم الأسباب وأول شرك حدث في الأرض شبهة الغلو في الصالحين. ثم أن المؤلف رحمه الله تعالى ذكر السبب الثاني. إذن من أخطر سبب لوقوع الناس في الشرك الغلو في الصالحين، إما مدحا أو قدحا. وانت تعرف يا أخي قتال الآن
بين الأحناف مثلا والشافعي مثلا، وقال التناظر الشافعي رحمه الله يقال الله أعلم أنه ظل في بطن أمه كم؟ سنتين حتى نزل بأسنان. ويوم الذي اليوم الذي ولد فيه الإمام الشافعي مات فيه علي أبو حنيفة. فقال الأحناف يعني بعضهم قالوا إمامنا هو الإمام. قالوا لماذا؟ قال لأن الإمام الشافعي ما استطاع النزول إلى الأرض حتى مات الإمام أبو حنيفة. قال الشافعية لا والله إمامنا هو الإمام. قال لماذا؟ قال لأن الإمام الشافعي رحمه الله عندما نزل على الأرض رفص أبو حنيفة فمات. ما علاقة هذا بها؟ فلا بد أن تكون محبتنا للصالحين على ما كان عليه السلف الصالح. العالم ماذا يريد منك؟ مال؟ قد تكون أنت سبب في إفساد نية الشيخ. نعم تعود الشيخ على العطاء صحيح؟ وجد من كان يقول حديث بدر تعود على التقبيل تعود على القيام. نعم ماذا يريد منك؟ يريد منك أن تأخذ العلم حقا تعمل به تدعو إليه تذب عن العالم في ظهر الغيب. نعم وتدعو له في ظهر الغيب وتبلغ هذا العلم. هذا يريد منك العالم صدق. هذا اللي يريد أهل السنة والجماعة وليس شيء غيرها. شيخ الإسلام مثلا ابن تيمية رحمه الله رفض المعطيات. كل ما يعطى لشيخ الإسلام شيخ الإسلام يرده لم يقبل شيء. فجاء يعني من ينتقد على شيخ الإسلام قالوا انتقدوا على شيخ الإسلام هذا قال رفض كل شيء. وهذا مدح. هم أرادوا أن يقدحوا في شيخ الإسلام وإذا هم يمدحون. رفض كل شيء رفض المعطيات. هؤلاء إخوانا على هذا كان السلف الصالح يعني ما أرادوا شيء من الدنيا. فلا تكون سبب في إفساد نية المعلم مفهوم؟ طيب هذا هو الباب الأول. باب مهم باب خطير جدا الغلو في الصالحين. الثاني باب التغليظ في من عبد الله. التغليظ الشديد في من عبد من عبد الله لكن أين؟ عند قبر رجل صالح. كيف إذا عبد فكيف إذا عبد صاحب القبر؟ هذا وهو يعبد الله عند القبر منع. فما بالك لو كان يعبد صاحب القبر؟ التغليظ الشديد في من عبد الله لا يصنع عند القبور أي عبادة إلا الزيارة الشرعية بشروطها. لا قراءة قرآن ولا فاتحة ولا سورة ياسين ولا صلاة ولا خطب ولا محاضرات ولا وعظ ولا 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 أي شيء إلا الزيارة الشرعية. مفهوم؟ ما الدليل؟ نعم الدليل على الزيارة الشرعية ولا على زيارة القبور؟ أجلس. الزيارات للقبور ثلاث: زيارة شرعية وزيارة بدعية وزيارة شركية. هذه الزيارات عند القبور. الزيارات للقبور ثلاث: شرعية وبدعية وشركية. الشرعية لابد أن تتوفر فيها شروط: أن ينوي بهذه الزيارة تذكر الدار الآخرة، أن ينوي بهذه الزيارة الشرط الثاني
الدعاء له هو للأموات لا دعاء الأموات، فإنما دعاء الأموات زيارة شركية، وإنما دعاء الله عند الأموات زيارة بدعية. ألا يشد إليها الرحل، ألا يأتي من مخالف الشريعة، هذه شروط أربع زيارة شرعية. اختر شرط انتقل إما للبدعية أو للشركية، مفهوم؟ نعم. إذا لا يصنع أي عبادة عند القبور إلا الزيارة الشرعية. الدليل لا تجعلوا بيوتكم قبور، أي لا تدفنوا فيها موتاكم، أو أنه كان متقبل عند الصحابة رضي الله عليهم أنه لا يصنع أي عبادة عند القبور إلا الزيارة الشرعية، فتصلي في البيت النافلة حتى لا يكون البيت كالمقبرة. والقبور يا أخي الأصل أنها تكون خارج البنيان، هذا الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عليهم والسلف الصالح. البقيع هذا الذي تراه الآن كان خارج البنيان بعيد عن بيوت المدينة وعن سكن الصحابة رضي الله عليهم. نعم في الحديث يقول حتى كان عليه الصلاة والسلام يكبر لصلاة الظهر حتى يذهب الذاهب إلى البقيع، يعني البقيع خارج البنيان حتى لا يكون ذريع الشرك، وكان الذي يأكل ثوم وبصل ينفى إلى أين؟ إلى أبعد مكان، إلى البقيع حتى لا يكون ذريعة الشرك. نعم. إذن التغليظ الشديد، يعني إذن من أسباب وقوع الشرك في الأمة أن نجعل شيء من العبادة عند القبور. وأنت تسمع اليوم مواسم تصنع، موسم عند كذا وموسم عند كذا وموسم عند كذا، علاقة ويأتي الناس ويأتي الحلوى ويأتي كذا وكذا، وحدث ولا حرج عند القبور من المواسم والبيع والشراء والرقص والطلب وكذا. هذا في من عبد الله، كيف إذا عبد صاحب القبر؟ السبب الثالث هو الباب الثالث، ما هو؟ نعم. الغلو في قبور الصالحين. أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله، كما حصل في قبر اللات. اللات رجل صالح يلت يفت السويق للحاج يطعم الحجاج، ما تعكفوا على قبره شيء فشيء حتى صار من أكبر الأوثان تعبد من دون الله. إذن أقولوا في قبر الصالحين كما ذكرنا لكم أجمعت الأمة على أن الحسين رأس واحد رضي الله عنه، لكن في الواقع أكثر من خمس رؤوس. الغلو في قبور الصالحين يصير أوثانا تعبد من دون الله كما حصل في قبر اللات. رجل صالح يلت السوق للحال فمات فعكفوا على قبره صار من أكبر الأوثان. فماذا نصنع في القبور؟ الأصل في القبور أن يرتفع القبر مقدار شبر ويسنم بالتراب ويوضع عليه حجر وحجر، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. على ما تسوي على السنة، يرتفع قدر الشبر يسنى حتى تعرف أنه قبر، ووضع عليه حجر وحجر، لوحة هو الباقي، لوحة الشهيد فلان وتاريخ الوفاة، أشجار ورود بناء هذا يمنع منه، ولا يوضع أي شيء على القبر إلا حجر أو حجرين. هذا هو ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا قبرا مشرفا مرتفعا إلا سويت. نسوي على السنة ونسوي بمن حولنا. قال ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث من يسوي القبور. أي نعم، محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كان يرسل من طلابه من يسوي القبور، هدم وسوى القبور إلى أن وصل إلى طهران،
نعم، لماذا الرافضة يكيدون محمد بن عبد الوهاب رحمه الله؟ لماذا؟ لأنه سوى القبور حتى في طهران، سواه موجود هذا في التاريخ. بعد أن انهارت الدولة السعودية الأولى التي فيها الشيخ كان محمد عبد الوهاب رحمه الله، أعادوا بناء القبور كما كانت، قبب وأضرحة وأعلام ورايات، وافتتنوا بالأعظم الرفات. قامت الدولة السعودية الثانية، هدموها مرة أخرى، انهارت بنوا. قامت الدولة السعودية بفضل الله هدموا القبور، وعلى ما تراها الآن لو تنظر للبقيع الآن مثلا شهداء أحد تجدها على ما قال النبي عليه الصلاة والسلام، على قبره مشرفا إلا سويته. نعم، إذن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله، حتى المصابيح لا توضع عند القبور، سرج، مصابيح، ورد، نعم، كتابات وكذا. تمر اليوم والله ببعض الدول نمر بالقبور ولا تفرق بين قبر المسلم وقبر الكافر، لأنه المسلم له زيارة شرعية بشروطها، والكافر إذا مرت بقبره بقبور الكفار ماذا تقول؟ تقول أبشروا بالنار. فلا تفرق بين قبر هذا وقبر هذا اليوم في بعض البلدان والله. فليت شعري من أباح ذلك وأورط الأمة في المهالك، فيا شديد الطول والإنعام إليك نشكو محنة الإسلام. إذا هذا السبب الثالث، غلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دونه. يا أخواننا، لا يعرف، هذا أجمعت الأمة على هذا، لا يعرف قبر نبي من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام إلا قبر النبي محمد عليه الصلاة والسلام، ومن ادعى غير هذا فهو كاذب والله، ما حد يعرف قبر نبي من الأنبياء. فهذا الذي يقوله مثلا في المسجد النبوي الأمر أنه فيه رأس يحيى عليه الصلاة والسلام، كذب والله، افتراء. وهذا الذي يقوله هنا رأس الحسين، وهنا رأس الحسين، وهنا رأس الحسين، وفي الشام رأس الحسين، وفي العراق رأس الحسين، وفي إيران رأس الحسين، وفي مصر، سبحان الله، رجل له أكثر من رأس، مشكلة هذا. حتى لو عرفنا يعني قبر حسين أين، ماذا نصنع به؟ لا شيء. فهذا من أسباب وقوع الشرك في الأمة، هذا الثالث. إذن الأول الغلو في الصالحين مدحاً وقدحاً، والثاني عبادة الله عند القبور، الثالث الغلو في قبور الصالحين وصيرها أوثاناً تعبد من دون الله. وذكرنا لكم بالقريب أنه حتى يعني الآن هناك قبور لكلاب والله تعبد من دون الله، قبور لكفار، يا أخي يكتب على قبر كتبوا عليه اسم فلان ومتى سقط به الطائر صيني نزل فيها يعبدون ويطوفوا حوله، بركة. يقول الباب الرابع، نعم، حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جلال التوحيد. قلنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يحمي التوحيد فقط، حمى التوحيد وحمى جناب التوحيد. لقد جاءكم، أي والله لقد جاءكم قسم مقدر، ثلاث مؤكدات، القسم والله واللا مقدر، جاءكم رسول من أنفسكم يعني من البشر مثل مثلكم، تميز عنا عليه الصلاة والسلام بأنه يحيي عبد الله عبد رسول الله كذا من أنفسكم، عزيز عليه أن يشق عليه كل ما يشق عليكم، فهو باذل غاية جهده عليه الصلاة والسلام في دفع المكروه، وباذل غاية جهده في جلب المحبوب، وهذا من رحمة الله بنا أن كان هذا النبي عليه الصلاة والسلام موصوف بهذا الخلق العظيم. عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين تقديم من حق التأخير يدل على الحصر، بغير المؤمن ليس رؤوف رحيم. محمد رسول الله والذين معه شداء الكفار وحماء بينهم، بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذه الآية كلها خطاب، لقد جاءكم
رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا، لماذا كانت الآية فإن تولوا ولم تكن فإن توليتم؟ خطاب كله، لأن المسلم لا يمكن أن يوصف بالتولي أبدا. وفي التنبيه القارئ، لأن القارئ عندما تتغير معه الضمائر يتنبه ولا يخطئ بإذن الله. طيب، إذن هذه أبواب أربعة مهمة جدا، أسباب وقوع الشرك في الأمة لا بد أن نحذر. الصالحين وصل، لا إفراط ولا تفريط، نكون على ما كان عليه السلف تجاه الصالحين. لا نصنع أي عبادة عند القبور إلا ما يتعلق بالزيارة الشرعية بشروطها، والزيارة الثلاثة شرعية وشركية وبدعية. الباب الثالث أن الغلو في قبور الصالحين وصير أوثانا تعبد من دون الله، فماذا نصنع؟ لا إفراط ولا تفريط تجاه القبور. أناس يمتهنون القبور، وأناس يعظمون القبور، وأناس هم أهل السنة والجماعة يتوسطون في القبور. الرابع أن النبي صلى الله عليه وسلم أغلق هذا الباب ولم يدع مجال لأحد أن يفتح هذا الباب. سيأتي معنا، قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. ما حكم هذا الاستغاثة؟ من يعرف؟ قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، ما حكم هذا الاستغاثة؟ تجوز. فتح الله عليك، حي وحاضر وقادر، يعتقد أنه السبب. تظن غير هذا؟ ما يمكن يضاف الصحابة غير هذا. فتح الله عليه، حي وحاضر وقادر وسبب. لكن النبي صلى الله عليه وسلم حمى حمى التوحيد وقال إنه لا يستغاث به وإنما يستغاث بالله. يأتي إنسان لهذا الشيخ يقول: يا شيخ ما شاء الله أنت طالب علم واللحية والثوب وكذا، والله تعبان مريض والأولاد والزوج، أبغاك تدعو لي الله يرضى عنك، تخصني بدعوة خاصة. هذا يقول عندي، أبشر، واليوم إن شاء الله تجد أثر الدعوة. صح؟ افتقار للمخلوق ما صح. ماذا يصنع هذا؟ قال: اسمع، أنا وأنت كلانا مفتقر إلى الله، أنت تدعو لي وأنا أدعو لك، والدعاء عبادة، لا يمكن تترك العبادة وأنا أعبد الله عنك. وإذا كان لديك مانع من إجابة الدعاء حتى لو دعوت لك ما استجاب، لابد أن تفتش عن المانع وتزيل هذا المانع. نعم، وتعلق بالله، لا تتعلق إلا بالله، مفهوم؟ ما تقول عندي وكذا إشكال. نعم، قال إنه لا يستغاث به. قالوا: أنت سيدنا، النبي صلى الله عليه وسلم هو بحق سيد ولد آدم. قال: السيد الله. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو بحق سيد ولد آدم، عندما يقال له أنت سيد، قال: السيد الله. غيره باب أول، تدعني بعض الناس، قال: اسمع، أنا سيد، لا تناديني إلا بالسيد. صح؟ إيه نعم. والثاني قال، ثاني ذهب للحج، اسمه حسن، ورجع إلى بلاد ولقي صديق له، قال: يا حسن، ما التفت إليه، يا حسن، ما التفت إليه، يا حسن، قال: تنادي من؟ قال: وديك، قال: أنا حسن. قال: نعم، ماذا تغير، ماذا حدث، غيرت اسمك؟ قال: لا، أنا أدفع 20,000 وأذهب إلى الحج وأرجع وأصنع وليمة وكذا وأدعو الناس وأغير اللافتة التي على المنزل، أنا الحاج حسن. طيب، الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم حجوا، وما واحد منهم ها قال الحاج؟ إذا حججت بمالي أصله سحته، فما حججت ولكن حجة العيد. صح.
حق ما عندنا حق. نعم. طيب اصلا الشيخ بن عثيمين له التعليق على بعض المسائل هذه، يعني زمزم وصحبة وكلام، هذه حتى الشيخ بن عثيمين رحمه الله وصلت. طيب اذا في اشكالات اخوان لا بد تعرف، يعني حج النبي صلى الله عليه وسلم، حج الصحابة، وما كتب على بيت واحد منهم الحاج، الآن على قبور الحاج الشهيد هو الباقي، عشان ما يصح البناء هذا كله على قبور، ولا كتاب على قبور، ولا وضع الأشجار والوارد وكذا، لا شيء. طيب حمى النبي صلى الله عليه وسلم، جاء إليه رجل وقال ما شاء الله وشئت. الأصل كان يقول له النبي صلى الله عليه وسلم لا تقل هذا، قل ما شاء الله ثم شئت. لا، قال أجعلت لله ندا، بل ما شاء الله وحده أغلق كل طريق. فالواجب على أتباع النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن يغلق كل طريق وصل الشرك، صح؟ أي نعم. الساعة كم العشاء؟ ثلث ساعة ما لا أخذنا. نعم. بالنسبة لي أوقف مجرد ما دخلت تتكلم على الزيارة الشرعية. الزيارات ثلاثة شرعية عندنا أهل الإسلام، زيارة شرعية وزيارة بدعية وزيارة شركية. فالشرعية لابد أن توفر فيها شروط. الشرط الأول أن ينوي بهذه الزيارة تذكر الآخر، أن ينوي بهذه الزيارة الدعاء له وللأموات، ألا يأتي بما يخالف الشريعة. و أن ينوي بهذه الزيارة الدعاء له وللأموات، فإن نوى دعاء الأموات زيارة شركية، وإن نوى دعاء الله عند الأموات، يعني هذا يريد زوجة صالحة فذهب عند القبر يدعو بالزوجة الصالحة، هذه زيارة بدعية، اختار عند القبر يدعو الزوجة الصالحة. نعم فتح الله عليك. نعم. الشرط الرابع ألا يشد لها الرحال، ألا يشد إليها الرحل، لا تشد الرحال إلا ثلاثة مسافات، مفهوم؟ فتح الله عليك. غيره ماذا أخذنا؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. نعم. أول غلو كان في الأرض، أول شرك حدث في الأرض شبهة الغلو في الصالحين، صوروا تماثيلهم عكفوا على قبورهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم، مضرة فقد العلم. أي نعم، لكن لابد أن تعلم أن العلم لا يعصم من الوقوع في المعصية، والذي يعصم والله. ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بجبت القبر، إذن العلم لا يعصم، والذي يعصم هو الله، الله يعصمنا وياه. طيب نعم، بعد صلاة العشاء إن شاء الله تعالى راجع، ثم نبدأ بالدرس الجديد والله أعلم. صلى الله على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم.